أعلنت وزارة المالية أنه باقي شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب. وأكد بيان للوزارة الحرص على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير والذي قررته الدولة، مشيرا إلى أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية، وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضا على الاقتصاد القومي.